هذا شو عم يعمل معه؟ اي والله محمد، والله ما بعرف ليش هيك عمل. علمي علمك محمد، هرب الحقير. تعال تعال شوف شو صار بالمرة. تعال اتصل على الاسعاف خليه يديروا بالهم عليها، انا ليحو. تمام خلص انا اخذ. يا اخي يا اخي الو اسعاف، هي بتوقع على الارض. اخيرا ما حدا شافني. هذول هن الواخيرون. ايه تعال هون. شو عملت بالمرة؟ لا تحرك ولا حركة. طول بالك يا اخي. شي قدامي ولا بفضها مشت براسك. يا اخي طول بالك، طول بالك خليني افهمك. طول بالك. شي قدامي. شو بدك تفهمني؟ كرمال الله بس فهم الموضوع وانت لحالك. رح تتشكرني على اللي انا عملته. اشكرك على الشيء اللي عملته يا واطي. لك ايه يا اخي ايه رح تتشكرني. تحرك ولا اقول لك فضي المشت كله فيك. والله ما رح اتحرك، بس اسمعني. اسمعني يا اخي. بدك تحكي. هي المرة. هي وحدة حقيرة. واحدة ما بتستاهل عليها الشفاء ابدا ابدا. انت اللي هيك عم تحكي عنهم. لا صدقني انت عم تعمل معها منيحة، هي ما بتستاهلها. بتعرف ليش؟ ليش؟ شو القصة؟ عم بحكي لك لا تكذب. اه اسمع لأقول لك، هدول المصاري سرقتهم من واحد فقير. طفل صغير هو وامه كانوا ماشيين بالكين بالشارع بشحطوا. عم تسرق مصاراتها المسكينة يا حما. حدا بحط كل هالمصاري على الارض. هم اخذتها هيك يا اخي ولا لسه؟ ايوه طيب. انا شو بثبت لي انه كلامك صح؟ حلو هالكلام. امشي معي يا اخي ولحالك بتعرف انه في اثبات او لا. تعال معي. وين المصريات يا ابني؟ وين المصريات؟ مرحبا اختي. هدول مصريات مصريتكم صح؟ ايه لالي هدول اخي. شو عم يعملوا معك؟ انت شو عم يعملوا معك؟ شفتي يا اخي اختي؟ انت من وين جايبك هالمصاري؟ لتكوني سارقتيهم؟ لا يا اخي مالي سارقتهم، بس في شخص مرق من هون مبين عليه ابن عالم وناس ومعه مصاري كثير. مال الله يا اخي. يا اخي من مال الله بس نجيب له اكل لهالولد. يا اختي ليش عم تشتغلي شغله شحاله؟ من الحاجه يا اخي، من الحاجه. لو ما الحاجه ما بعمل هيك شيء. طيب اذا انا ساعدتك هلا يا اختي توعديني ما بترجعي لاي شغله؟ باذن الله يا اخي. اذا ساعدتني بدك ليش انا مبسوطه عليها؟ خذي هاي المصاري يا اختي، اشتروا لكم فيه شيء بيت واشتغلي لك شيء شغله فيها بالحلال. كل هدول المصاري يا اخي؟ كل هالمصاري عطاها؟ ايه يا اختي هو وعدتيني تتركي هالشغلة، لهيك اعطيتك كل هدول لحتى تشتغلي كمان. والله ما راح اخليكي تتهني فيهم. الله يكثر خيرك يا اخي، الله يكثر خيرك ويكثر من امثالك يا رب. الله يسعدك يا اخي. يلا روحوا لابنكم الشغل. خلص روحوا. الله يسعدك. سلام. الله يسعدك يا اخي، الله يسعدك يا رب. شكرا يا ربي، شكرا. لسه ما اخذتهم من هون، انسرقوا مني من هون. سمعت؟ سمعت وشفت بعينك اخي. قومي يا اختي قومي. قومي. روحي توكلي على الله اختي، توكلي على خدي ابنك توكلي على الله. الله هذا المفتاح. شو رايك عمي؟ اسلمها للشرطة ولا ارميه بالشارع؟ الله يعطيكم العافية يا اخي، شكرا كثير لكم. لو ما انتم ما بعرف شو بدي اعمل. يلا يا اخي. ما انا عرفت اخوي الصغير مع البنت تكيد راحوا على المشفى. هلا بنحكي معهم وبنروح لعندهم تعطيها المفتاح. اللي وصل لهون من الفيديو يصلي على الحبيب محمد بالتعليقات ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم.